التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. هذه انطلاقة شوطنا الثالث عشر وتحديات هذا اليوم وهذا السن. نتعرف وإياكم على هذا الشوط، وهذا الشوط بلا شك هو مخصص لفئة البكار ولهذا السن، سن المفاريد. نبدأ ونتعرف على المركز الأول، من تحتل المقدمة نهب فهد بن ساعد بن علي السعدي من يحتل المركز الأول، تليها على المركز الثاني من تتقدم. القدوم والوصول على المركز الثاني من قبل بنت الباز علي بن حمد بن سالم بن شعيل من يحتل المركز الثاني، وعلى المركز الثالث وصول وتقدم على المركز الثالث من قبل الوسطى لخليفة بن سالم التبعي من يحتل المركز الثالث، وعلى المركز الرابع وصول وقدوم ملحوظ في هذه اللحظات من قبل قادة لجابر بن هادي بن مبارك البخيتة المري، وعلى المركز الرابع وصول على المركز الرابع من قبل من تحتل المركز الرابع كرم لعماد بن غريب الجنيبي، وعلى المركز الخامس من تحتل المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات من تحتل المركز الخامس من غزر لحمد بن مسلم الجحافي. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نرجع وإياكم إلى المقدمة إلى الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الله، القيادة والريادة مشاهدينا الكرام. هنا المقدمة مع نهب نهبت المركز الأول، نهب تنهب المقدمة. يا سلام، شوفوا نهب، ولكن شوفوا اللي وصلت في هذه اللحظات. كرم مع عماد بن غريب بن سعد الجنيبي. الله، هذه كرم من احتلت المركز الأول وسيطرت على المقدمة. تهانينا والناموس لمالك كرم على فوزها وتحقيقها بالمركز الأول عماد بن غريب بن سعد الجنيبي، وعلى المركز الثاني وصلت فيه تغريد لسعيد بن حمد على حنيتم المري، يوم المركز الثالث وصلت على المركز الثالث مشاهدين الكرام الوسطى لخليفة بن سالم التبعي، وعلى المركز الرابع وصلت نهب لفهد بن ساعد السعدي، والمركز الخامس وصلت على المركز الخامس قادة لجابر بن هادي بن مبارك البخيته المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نرجع وإياكم إلى التوقيت الزمني وإلى لحظة وصول كرم. نعم، هي كرم من فازت معنا بالمركز الأول. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في زمن وغادر دقيقتين 9 ثواني 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك كرم عماد بن غريب بن سعد الجنيبي، يوم المركز الثاني وصلت على المركز الثاني تغريد، قطعت المسافة في دقيقتين 9 ثواني 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك تغريد سعيد بن حمد على حنيتم المري، يوم المركز الثالث دقيقتين 9 ثواني 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الوسطى خليفة بن سالم بن عبد الله التبعي. تهانينا والناموس لجميع